مساكم الله خير يا الربع. ساعة إن شاء الله إلى بانكوك أوتو صالون، يعني زحمة ومطر، كل الظروف اللي تعطلك موجودة. ساعة تقريبا، ساعة ما في نوت الشارع. صح. الساعة 5:06 6:45 هذا المعرض وصلناه. خلنا نشوف أنا ما صورت، صور لكم إن شاء الله داخل. كابون كاب، ثانك يو. 4 تذاكر ب 400 باht. هذا مدخل او تذكرة دخول اوتو صالون، تذكرة ب 100 حق الشخص. بداية المدخل عم تشوف هنا التاي بار السيفك، شوف راس خالد معضل من ورا. واندلس بعد، ها؟ رايك اندلس، يعني البيارزي عمرك ما راح تطلع عليها كلش، بس هني مرتبة. البايبات معودين عليها صفر، الهوز العادي مال الزراعة. اوه ترتيب، شوف الاتكاس الصغير هذا يا اخي جميل، هذا نفسه كان على السلبي مالته. سبول من الذين. لون، ترتيب، كل شيء حلو فيها. أنا الربع دخت على الديكاست ال 164، كلام مهني هالدرج هذا في بلاوي زرقاء. لحظة لحظة برجع خلينا نشوف اللي وياك. حميد وينها؟ وينها؟ وينها هي؟ أعطيتها ولا شو؟ ايه هذه هنشوف جي تيون 34. شوف هذا شايفه مخلف عنك. شوف ايش كثر الستيج هنا يا ربي. وين هو الصف الثاني؟ شوف هذا، شوف الصدر هذه كلها ستيج. وينهم؟ هذه واحده، ثانيه هني، ثالثه هني. اقعد يلا. يعطيك العافية عبود، عليك بالعافية. الله يعافيك. خذيت 32 توب سيكرت، حميد خذ 3. طبعا ما بوريك مش مصور بالفندق يا ربع، والله تارس الجنطة منهم. شوف السيلفي هذه 15 ليبرتي ووك، هذا الهوت ويلز الخاص. سطحة وياه بعد سطحة، والله زين بعد سعرها 1100. خلاص خلصنا من الالعاب، جاء وقت الجد. هذه مالت سينجا، سيارة درفت يا ربع. شوف سيارة درفت شلون نظيفة هنا، والله العظيم شيء تعب نفسيتك. واضح ولا اوريكم؟ خلاص 2J الجي تي اي انتهت، ما في منها الحين، الحين كلها في VVTi. البادي صدق انه هيوج، بس حلوه هني حلوه. شوف كبر التاير قدام، كم رايح؟ خلينا نشوف القياس. 245 40 18. اما اشوف واحد يحط سبيسر اغسل ايدي منه، يعني انت بتعلد وعندكم سايزات لما لا نهايه، تاتش سبيسرات ليش؟ كانها امون على هالسيارات. انا اشوف اعرفهم يعني، هذول سيارات رالي، بس راليهم غير يا اخي، مو نفس رالياتنا.
سيارة طلالي كاملة ما فيها نواقص يعني. والغمارة ورالي ما ينفع. والله جاهزة بكل شيء. سفارتين من قدام زنكي. هي أصلاً 13180 SX. هاشي روكو. فيها هذا مقاتلين فيها لين قاعدين بس 33. شوفوا طبلون يا ربع ماربل كربون فايبر الباب كافلر مقفلين اكيد بس طاح بيدي الباب. ترى السيارة فل كاربون فايبر يا رب. شوف النقشة شوف مسويها الكامفلاج على كاربون فايبر. كل شيء فيها كاربون. سقف كاربون. كبوت. ايش بقى بعد بس الدعامية شكلها مو كاربون. لا والله حتى الدعامية شوف. لا يا رجل لا يا رجل ايش بقى فيها هذا. سيارة تضرق هاي لوكس ديزل. شوف الدراجستر هنا تفضل. شنو بقى ما سوى رشوتين بعد بس ما انا ما ادري شنو السبيكس عندهم حق سيارات الدراج لان هني اشوف كل شغلهم الليجل يعني عندهم بس يمكن قوانينهم مهم. الله شفاط يا ربع مكان ديزل ترى يروحون فيها بوست يخرع يعني الثلاثة بار عندهم هذه ترى رقم عادي ها. نفس الشيء هني والله الهوندات مو شوية يا الربع اشتغلين شغل عليهم. شو مسوي ليكم عاد هني يعانون من طفولة هم بالسالفة هذه. خل شو بوريكم هذه فيول تك ها. شو الحركة على الكبوت لما يطلع باك فاير يعني يكون مسوي الحركة هذه. يعني عاد الجد شوي.
ไปแล้วครับแล้วก็มีรถลื่นขึ้นนะครับที่สามารถฝึกซ้อมหรือทดลองทดสอบได้นะครับ هنا سأسكت قليلا كذا كشاف هذا مخرب عليه كل شيء حول بركات 35 هذا توقيع عليه مال منه والله مال نسمه نعم أعتقد أنها أصلية والله ما أدري أشك أشك ما أعتقد لا أشك ستين شغل الصبون الله ليفو 6 اخ هذه تفوز وعليها بادي فلسايد وينك يا ابو منصوري تشوف الفلسايد جوك هني عاد انا جوي واجوائي هذه وناستي انا ايفو واجن بس خالصين والله كانت مشروع بس الحمد لله M2 وكاله بس ما راح اصورها زيادة لان تعرفون سالفتي مع البي ام شنو احنا ما فينا السيف كاربو الله نسمو $18,600,000 يا ربع المليون ب10,000 كويتي تقريبا 8.5 عليكم الحسبة بعد ما راح اعطيكها بالحاسبة بريميوم اديشن يا صديقي اللي بعتها يا ابو مطلق يلا حنشوف شوف كم تسوى الحين عاد يلا هذه اختها بالضبط كانت عند صالح بل 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 وين احمد وين احمد شوف شوف احمد شوف يا ربع شوف حن على الرانجلر شوف شوف لقى سيارته هذا بس حق الناس اللي تفهم بالحلبة وين خالد ما ادري اختفى ضيعت خالد هنا تفضل الكشاطة حتى هني موجودين يا سلام شو هالترتيب والبوكس اللي فوق بعد شوف الرينج شلون حاط عليه هذا الكفر بلاستيك يقولون تايلند كلها امطار ها يلا تفضل سووا لك سيكل غرقان وشغال كمان في الالعاب ركاب حوض سمك
يعني عادي تشتري وتحطه بحوض سمك ماكو مشكله. فلكس هذا الفئة اللي تشارك ب سباق بانكسين اللي صورته يمكن قبل سنتين انا كان تذكرون. بانكسين يصير عندهم سباق مع الهايلكسات وسوزو وكذي كلها فئة الوانيتات يعني. هذا كان اساميهم عليهم بعد. الربع شوف كله كاربون ها. ترى حتى الباب. هذه السلفيا بالسايد وهذه السوبرا بالسايد وهذا بوث بالسايد. منصوري وينك؟ ناصر يمكن يوقف قلبك هنا ها؟ شوف الزد شو مسوين فيه؟ شو مسوين فيه؟ جماعة شنو الكربل لاقينا طايح في الشارع انت شنو؟ شو السيت سيارة كلها كاربون كلها كفرات كاربون. هذا كله صبغ الربع ترى مو صدى صدقي بس شغل مرتب. شوف حتى الدريش شلون معلقها فن. الله اكبر الله اكبر يا اخي. شوف شوف والله الرينج هذا لو تركبه على جحش حشاكم هم بيصير حلو هم بيطلع شكل جحش يمكن يخلي الجحش اصيل. اللهم بارك. شوف ما شاء الله هاي برسيون هذا بوث ادفان نسيت لا اصور وياه عدل. مو انه ما عنده شيء يعني بس اكثر شيء ركزت عليه رنقات ال 14 ما في يا الربع. اللي سألني حق الجي تي والزد رنق الفراشة ورنق الزد واغلب رنقات الجي تي والزد القديمة. هذه السيارات ما نعرف لها يبا بس اصورها ما يضر. تعب وانت تشوف بالصيف بعد بنتلي على كرايسلر بالسايد. بالسايد عندهم شغلات شوية حلوة والباقي كله تعبان. الربع تدرون شنو هذه؟ لحظة خلينا نشوف. والله خلنا نختصر عليكم هذه سوبرا
قبح بالبدي مو عادي. ايه وسيدي ايه ميات ها؟ سوينها نفس الارك 7. اوكي هذا الارك 7. بروجكت مو. كل شيء عندهم كل شيء موجود هاي كل سوق موجود ما اشتبه كم هاي كم هاي هذا ب 1000 10000 هاي لا هاي 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 فش خيال شيء تعب نفسيا نسخه منها هذه كلها السلك اللي صورناها بالمحطه This one, this one. هم هذا السلك هني. صورت، هلا صورت. خل. جاهز، جاهز مجهز. كل شيء على. مرفوع جاهز ينقلب على طول. تعال 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 شوف شوف قاعد يغثون يعني قاعد يغثون فير يوم تجي تشحنها شعور حلو يوم تشحنها استانس شوف لك الشحن هناك شوف لك الشحن ابوها الابو اللي سواها زين دخلت يمين شويه شوف هني المرجله هني المرجله توب سكرت وشغل 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 محترم عرفت سو زوم زوم شوي زوم 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 على دبتان 6 خلها تولي بعد شوي هناك هناك خلها صورة بعد شوي سبارو قصدك صح؟ خلها نرجع مرة ثانية سبارو بصورة خلها تولي السبارو ايام السوبر هذا لما تسوت جريدي تي 88 38 الكينج هذا كان تيربو مسكت يعني كان افضل تيربو نازل بموديله يعني اوه ما بعده شيء راح زمانه طب سكرت شو الطبخه هذه بس اللون عوار بطن عشان اصوركم اياها بس خلنا اوريكم من هني ان شاء الله واضح بيدل شفت سكوينشل
هذه السيارة مالت سكاي جاليري جراج. اتوقع سوالها ريستوريشن كامل. صار لهم اكثر من سنتين اشتغلوا عليها. طبعا كلها محولين 35 بلاكات. سيارة ستوك ما فيها شيء زود يعني. سيت معدل من اسمه. سيت وكالة ملبس تلبيسة من اسمه. الكبوت دعمية مالت الزيتون. وهذا السبك اللي اشتغلوا عليه بالسيارة. كل شيء هني شوف كله نسمه. بس هني عندك الاكزوز اموري والتو هوك مال اموري اللي هو الخلفي للقلص. بعد شنو فيه؟ كاربون كونو قبليت اللي تصير تحت الهود هنا فوق الراديتر. اويل فلتر كاب ما في. كله اموري وش اسمه من اسمه. قاعد اشوف المياتا. وين اقعد في السيارات؟ لو ادش دخل حق سيدات. حق سيدات ولا حق صيدات؟ لا لا قاعد تغلط. تعال تعال جرب. تعال لا صدق والله حق صيدات ولا؟ شوف القاعدة. خلي القاعدة ما بشوف القاعدة. تعال جرب لانك ما ادري تدخل. بس السعر كم يا جماعة؟ لحظة تقارنها امانة ما خلكم واقعيين. بس السعر كم؟ تعال تعال جرب. سعر وايد. اي غالية مو رخيصة. تفضل. سيم برايس اوف ذا زد نيسان زد. رايس؟ والله؟ يا سيم برايس اي ثينك. وايد رقم البورش يقول وايد اريح. يلا. Oh no, this is more expensive. More expensive this yeah, one. Yeah, this more expensive. يعني اغلى من الزد. اغلى من الزد شوف. ما مرتاح؟ 2.6 2.8. شوف رد السيت كلها ها. يا جماعة انت فيك مشكلة. انت فيك مشكلة. مو في مشكلة. حد يدش سيارة رالي انا. انا غلط. مو طبيعي. احنا طبيعيين. شنو مو طبيعي؟ انسان كم طولك انت؟ انا؟ كم طولك انت؟ 160. 160 شنو؟ لا مو طبيعي 160. حلو. سيارة انا طولي 180. غلط 180. طول 180 ولا هذه السيارة ترالي انا شوف انت باس. هذه السيارة مصنوعة حق وين؟ حق اسيا. هذه مصنوعة حق اسيا. سو وليش صدرنا حق العالم كله؟ ادري ياباني بس ليش مصدرين حق العالم كله؟ يعني هي ولا الزد اكثر سيارة مبيعا بالعالم. اكثر سيارة لفون 50 وين راح؟ مو ودستر اربع سندر غير وين؟ خلت ولزه والله اكثر سيارة. هذه مالت براكتس مالت مصل درفت. اوكي حلوة. هذه بتراك كلها حد الدور. زدت رايت فرانك؟ زدت for for drift muscle for drift it's nice yeah it's nice for this maybe if it's cheaper than this you know. هاي بشوف فيها جزء تراك ال 2000 سي سي. سكاي اكتف جي لها كامر. لا تكابر يا عمي روح موت. بس شوف البيضه اللي فوق. شوف البيضه اللي فوق. 175 yes. لا شوف طبيعي 170. انا 180. انا 180 وطالع برا. ما ادري عاد انتم ايش تشوفون. شعرك هاي هذا من الخواص رافعته. طلع طلع هاي. انا 173 قاعد مرتاح. هاي لازم تضعف. ما تحرش. يلا زعلان خالد دافع عنها. مشروعك صح؟ خربت عليك. لا اللي اقدم منها اوسع تدري؟ ما ركبتها. اللي اقدم منها اوسع. ما ركبتها. بس
حلوه حق تراك والله فل ثروته كله فل ثروته عاملها معامله كاتب والله عجيب يقول كله فل ثروته كله ما تقدر يعني امان امان بسعرها تاخذ زد زد لا ولا 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 جسمه مياته طبعا انا داق ليسنا على 350 اكيد راح تعنصر داق ليسنا على شنو على 350 بس شلون ولين صارت رشه لين صارت خلنا نشوف يلا تفضل يا الربع خلنا نكون يعني ابي رايكم زد ولا مياته ترى فرق بينهم يمكن 1500 دينار اتكلم عن سعرهم عندنا بالكويت الله اكبر ولا يارس يارس انا اقول يارس يارس اسرع منهم خي ولون زين هذه 300 حصان على فكرة هذا نفس مكينة اليارس ترى لا اي نفسها بس اقوى هاي 300 حصان هذه 260 هذه نزلت حق ماركة امريكا هذا تويوتا كراون بعد بس هذا الكروس اوفر هذا صجية يعني ليش انا تويوتا هالكبر يا ربع شوفوا يوان ما شفت الثانية بس صج انا عشان تزعل انت شفيك انت ناشبني انت دينك 21 عبالك راكب سكلت والله صدق سكلت بعد في منها الثانيه اللي نازله اصلا العاديه كانها كروس اوفر اصلا صدق العاديه اقبح اقبح بعد هذه حلوه هذه اوكي مقبوله هذيك حيل قبيحه والله هذا فنان مسوينا نفس القديم يعني بس بلمسة حديثة على قولتهم بس كنا صغير صح؟ لا يعني كافان؟ اي كافان صغير يعتبر شوي اصغر قارنا باليم التيوتر سلام مخمر وزبد شنو هذا؟ بس شوف كنا يوكن يعني ايه ما في ثيرد روب؟ ما في ثيرد روب بعد مو لا ما في ما في ما في اي دي ترى كهرباء ها؟ اي دي كهرباء اي فل كهرباء جيت تقول يخت ها؟ ايه تقول يخت يقول والله شوف الخشب تقول يخت شنو فل الكتريك؟ ايه اي دي استغفر الله ليش صورت انا امس طيب والله كهرباء هذا هذا الأكورد يا الربع والله جميلة يا أخي من برا جميلة مضبطة رينات بيجا أطاقينها فويل بس والله جميلة يا أخي هذا العادية بعد جميلة يا أخي والله زينة يعني لا بس إيه ترى هوندا يعني شو يسوونه والله مو شينة كلش سيارة 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 ويكند هذا بالحلبة والله صدق ما تريكند بالحلبة نفس الدعامية نفس كل شيء تقريبا بس إنه هناك بدون سنسر قدام هذا عليه سنسر نفس كل شيء تقريبا والله من فرونت لب بعد غير بس لا بس هي عاد الهلي ناس ستايل رالي ما ادري بس العاديه هذه والله زين فيها رالياتهم هني اوتوماتيك ليش ليش او شاشه وحق رالي شي الشاشه التكييف موجود ما يصير يا حبيبي هالدلع هذا هولنز هذا الفرنر شوف اللي هنا
شوف البيج بريك طال بيج بريك شوف هم بروجكت ميو هم بروجكت ميو شوف الستار شوف الكامبر انت شوف والله شوف الستار هذاك عليه تيربو لا يا رجل والله عليه ستات رئيس بعد كذاب كم يعني نص مليون المليون بعشرة آلاف الله 600 ألف 600 يعني تصرف عن 5-5.5 رزين بس هذا طبعا هذا أقرأ يجي بدون الحوض اللي ورا بدون شيء شاصر أي صح هم يسوونه هنا هذا بركات نص قيمته شوفه ترى يا ربع هذا هايلوكس نازل هني بس باسيا او بتايلند بس مسوين عليه ستايل اسمه كم بلوك باي تيربو ثاني من البايبنك كيثري هذا من النوادر اللي تشوفها نظيفة بهالأيام شو الترخات تنها مالت أكتف جراج بس بادي بالسايد شوف الفلسايد يشتغل شغل يعني يسوي سيارتين زينين بعشر سيارات معقدة يعني هذا لو تشوفها بالشارع لو تبدك من الدعامير زدام شوف شغل حلبة يعني ما أدخل دعامير وايد ما أدري شنو تكنيكهم لما اشتغلوا موستنج بس بلمسة ياباني بس شكل تاني شكل تاني حلوة الفايف نيل برتي ووك انت شو تسوي هنا افتح ايدك شوف شوف لا مستحيل يا ربع بصور لكم شغله شوي تنصدموا منها شو هذا لاند القصة 97 وتحت شو مسوين فيه لحظه شوف الماكينه 12 سلندر ثنتين شوف طاقين اثنين بخلاط واحد ومطلعين لك لاند شوف الماكينه ما في شيء كهرباء محاولينه بطاريات لا تقول لي بطاريات صدق عادي والله طار 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 لا ارفع ارفع فوقني تحت سوي لا شل قذاره هذا شل وصاخه هذا يعني بدايه مشروعك مبينك مو محترم على هالحركه هذا شنو هذا يا رباش عرضه جماعه عرض مرعب والله شنو مترين هذا مستحيل يمشي بشارع اصلا لا شوف حاط فوق خيمتين بعد
الربع اسمع الصوت. الوزن الوزن التربوات ماكس بيرفورمانس وشوية رنقات ما شاء الله. هذا كم 12 اي بعد نفس الشيء. هذه كوزموس طبعا من افضل الشركات التايلندية كوزموس. هذا قصة C28 الفولك في نفس الـ T37 موجود بعد كلها حق سيارات صغار. في الكلب نفس الشيء هني. شركة ممتازة صراحة كوزموس. يعني هني بتايلند ترى رانينها رن سباقات ها درفت وتكفخ وشوف الأشكال اللي فوق هني بعد. يعني هذا موجود منه أشكال ألوان ثانية. هذا اسم الشركة. هذا راكس ما مرت علي. في أشكال حلوة شوف مركبين هنا على السيارات. في أشكال حلوة.34GTR の販売終了から5年の歳月を経て生まれた日産の技術の結晶 35GTR。ربع خلص المعرض اليوم الساعة 9 ربع ترى من الساعة تقريبا 9 بالضبط قاعد يسكرون كلهم قاعد يسكر على بسطته وطلعنا راح نتعشى إن شاء الله وردين واحتمال أرجع بعد يومين إن شاء الله شوف إذا في شيء مضاف جديد ولا لا. وفي تجمع سيارات تصير برا بس اليوم لانه مطر فكل شيء نعفس من المعرض حتى تشوفون ما في حضور حتى. وسلامتكم يا ربع بس هذا كل شيء لليوم ان شاء الله. في ران وحياية هذا هو تفوزكم. شوف كيف تبرون ربع هذا شوفه تيمون. هذا مو تيمون حبيبي لا بلا هذا تيمون اي والله بس صغيرون ها كنا ربع كنيور باينبل. وهذا شوف شلون صابغينه وردي كذي وحشينه وردي فرخ كاسكو. في بعد اثنين كراوين والله زين صدنا سوق حمام هني من زمان مو شايف السوالف. خلصنا من معرض السيارات يا ربع صح؟ نرجع له بعد يومين خلينا نشوف السمكه الحين قزرها شوي. شلون فات شوف شوف الثاني شلون داق العدائيه وياه قاعد يخزه شوف ودهم يتهاوشون شوف. شوف صور بالنص قاعد يطقون الجام شوف شوف يذبحون سبحان الله يا اخي. ترى خاص من الكويت تعرف كم؟ شوف صدام هيرو بس في منهم غالي في منهم غالي. يعني انا اقول لك ذا شيد مال الجاين ماليزيا مال اندونيسيا. يلا بسوق سوق جمعه جايين. ربيان يا الربع يقول لك تسوي لك اياه بسلطه شوف تاخذه كذي على عداله تقطه بهالطاسه هذه مثل ما تشوفون هني طقه لك خلطه مع البهارات هذه على ما ينخلط ويشم ريحه البهارات راح يموت الربيان بعدين انت تاكله وتموت. حميد يبي يجرب. ها حميد والله ودي. ها ابو عبد الله ودك. ها واحد يا عم انت بطك بروحه تعبان هذا كل خمس دقائق عقه يبي ياكل. طلعنا من سوق الليل
خلاص يا رب الساعة 12 إلى 5 ونشوف المباشر شيء جديد نصوره.